بونجور شباب، اليوم رح نتعلم سوا كيف نعمل بونوم دو نيج، رجل الثلج. نحن بحاجة لكلسات بيت وكلسات صغار مطويين بهيدا الشكل، مغايتين، قلم أورانج، قلم أسود، ثلاث زرار، روبان ونوع حبوب موجود عندنا بالبيت وفرد شمع. أول شي اللي رح نعمله هو إنه رح نعبي الكلسات قمح. ومن بعد ما يكون عبيناه لهون بدنا نربطه بالمغيطة بشكل كتير منيح. نرجع بدنا نعمل هلا الراس، بنعصر هون وكمان بنحط مغيطة. وهلا بنلبسه الشابو البني بالقلم الأسود، بدنا نحط له العيون والقلم الأورانج المنخار اللي بيشبه الجزرة والتم. وهلا رح نلزق له الزرار حيلا لون عنا اياه بنقدر نحطه، حيلا حجم. واخر شيء بدنا نحط له الشيل على رقبته. وهيك صار عنا بونوم دو نيج. انتو بالبيت اذا قدرتوا تنفذوا صوروا وبعتولنا الصوره.